الجهات او المواضيع اللي بيطلع عليها فعلا مدني لما يطلع المبنى تبعك يعمل لك انسبكشن بعد انتهاء عمليه الانشاء للمشروع تبعك، راح اقسمها لثلاث نقاط. مرحبا، يعطيكم العافية. بعد ما حكيت في الجزء الأول والجزء الثاني من الفيديو أهم النقاط اللي بتطلع عليها الدفاع المدني لما يطلع يعمل لك شكل المبنى تبعك، في هذا الفيديو راح أحكي عن إشي أنا سميته جنرال ستاندرز، لأنه بيخلط بأكثر موضوع، يمكن يروح شوي للأركيتكتشر، يمكن يكون بعيد شوي عن الـ MAB، لكنه بيضل عم نحكي عن اللايف سيفتي في المباني. من أهم النقاط اللي بتطلع عليها برضو الدفاع المدني ديفينتلي من الاشياء الكثير مهمه اللي بتطلع عليها الدفاع المدني اللي هي اتجاهات الابواب بمخارج الهروب، بتطلع كمان على الساينز اللي عند مخارج الهروب، الساينز شغاله 100%، اتجاهات صحيحه 100%، الابواب بتفتح للاتجاه الصحيح اللي هو باتجاه الهروب، الابواب مقاومه للحريق، بتطلع على الاستيكر تبع الابواب بتطلع مقارنتها ب خليني احكي الليبلز هاي، بقارنها بشهادات المقاومه للحريق تبعت كل باب من هاي الابواب للمهارب. طبعا اكيد ما بيخفى علينا انه الدفاع المدني كمان اذا الباب مطلوب يكون في عليه كلمه بوش بار، وجود بار بالعرض على الباب باتجاه الهروب لحتى يسهل فتح الباب والهروب للجهه الثانيه، اكيد الدفاع المدني برضه راح يطلع عليه ويشيك هل هذا الحكي كله صحيح. طبعا من الاشياء اللي ما بتخفى علينا اللي هي المسافه بين مهارب او مخارج الهروب اساسا، والادراج اللي تستخدم كمخارج الهروب في حال وقوع حريق او عدم وقوع حريق، اللي هي المسافات اللي موجوده في الاكواد بتتبع عليها هاي المسافات الموجوده صحيحه او غير صحيحه. اذا كان مطلوب في المبنى اللي احنا بنشتغل فيه، اذا كان مثلا لسي اتور او وات ايفر، اذا كان في عندي طابق مثلا او منطقه معينه لازم تكون هي عباره عن الايفاكويشن زون، فراح نشيك عليها 100% اكيد. يعني بشيك على كل الاشياء الخاصه باللايف سيفتي والفاير فايتنج سيستم والفاير الارم سيستم والى اخره. من النقطه الاخيره اللي انا بدي احكي عنها في هذا الفيديو انه راح شيك على شيء سموك تشيك او اختبار الدخان، وفي هذا التشيك لازم يكون القدره او لازم تكون الزمن اللي بيحتاجه المكان لحتى يتفرغ من الدخان وتهيئ في مخارج الهروب اللي هي 7 دقائق لحتى الناس تقدر تشوف منيح وتهرب من هذا المكان دون اثر على هذا الدخان الموجود في المكان. في هذا الفيديو بحب اشكر زميل الي اسمه المهندس ياسر، هو الهيد اوف ام اي بي ديبارتمنت، الدكتور المهندس ياسر زميلي من مصر، بحب انه يطلع معي بالفيديو لانه هو اللي اتاح لي هاي الفرصه اني رحت معه على الانسبكشن تبع الدفاع المدني، اختلطنا او احتكينا بمتطلبات الدفاع المدني في الموقع وبعمليه التصميم. ف يا ريت تفضل باشمهندس. اهلا وسهلا فيكم، بحب اشكر صديقي العزيز المهندس جاسر، واحد من اروع المهندسين اللي اليوم مستقبل باهر جدا ان شاء الله في عالم الهندسه والمعمار. بحب اشكر المهندس ياسر زي ما حكيت لكم، هو زميلي في الشركه اللي اتاح لي الفرصه اني انا اطلع واحكي هذا الفيديو لانه اعطاني معلومات جدا قيمه استخدمتها بالثلاث فيديوهات اللي فاتوا. شكرا لك باشمهندس ويعطيك العافيه. بس شوف انت ممكن لو انت حابب تضيف حاجات لها علاقه بقى بالديزاين بتاع الفاير سيستمز ممكن ندي لك مواد خالص دلوقتي، سيبت الناس كل اسبوع زمان باخذ لي منك حتى ممكن تفهم.